الإقبال دلوقتي على دخول الكلية، أو على فكرة المسمى بتاعها يعني المفروض حاليا بقى كلية علوم الرياضة، ما بقتش خلاص التربية الرياضية، تغير الاسم بتاعها، المسمى بتاعها ينزل لهم في مكاتب التنسيق بعد كده السنة الجاية إن شاء الله اسمها كلية علوم الرياضة. لا أنا شايفة إن الإقبال على الكلية، إحنا ناس كتير بتتقدم ومش أي حد بنقبله، لازم القوام بتاع البنت يبقى قوام مثالي وبيرفكت، والبنت فعلا بتبقى ستاندرد كده، ان يعني سواء كانت اللياقه البدنيه بتاعتها عاليه، اللي بيتعمل لها كشف طبي وفحص الاطوال بتاعتها، المهارات بتاعتها، لازم تجتاز الامتحانات دي كلها علشان تقدر ان هي تخش كليه التربيه الرياضيه. فكليه التربيه الرياضيه ناس كتير بتحب تلتحق بيها، لكن اللي بيتم اختيارهم وفعلا بيطلعوا مناسبين لدخول الكلية بيبقى ناس قليلة خالص. أنا يمكن دخولي الكلية كانت عن طريق الصدفة، يعني مامتي هي اللي قدمت لي، أنا كنت عايزة أخش كلية تانية خالص، بأمي هي اللي قدمت لي في الكلية دي، والحمد لله كانت فرصة كويسة إن أنا أجتهد وأتفوق فيها الحمد لله. ممارسة البنات للرياضة هنا في مصر الثقافة دي اتغيرت خالص، يمكن زمان ما كانتش الاشتراك للفتيات في الرياضة كان كتير، لكن حاليا لا خالص الوضع اختلف خالص. أنا شايفة إن اللي ما بيخلوش يمرنوا ولادهم بيبقى عيبة في حقهم، يعني أي أسرة، لا يعني الـ كل أسرة بتبقى مهتمية حاليا في إن ولادها يبقوا بيمارسوا أي لعبة من الألعاب في أي نادي أو مركز شباب. والفتيات دلوقتي بتبقى يمكن اكتر كمان، الطموح بتاعتها بتبقى اكتر كمان من الولاد. يعني انا شايفه ان الثقافه اختلفت تماما، ما بقتش زي الاول. الامكانات بمعنى ان ممكن تكون البنت كويسه جدا لكن ما فيش توافر امكانيات ماديه فبتمارسوا في مراكز الشباب، حتى مراكز الشباب ما بتحاولش ان هي تدعم او تخلي البنت يعني تشجعها اكتر على ممارسه، بتاخد بس عناصر معينه بدون ما تشتغل على باقي العناصر، يعني حتى يعني بتشوف الموهوبين بس بتاخدهم، مع ان في ممكن تبقى يعني بنات القاعده بتاعتهم لو اشتغلنا عليهم كويس ولو اديناهم تدريبات كويس هيبقوا قاعده كبيره جدا من الفتيات اللي ممكن يطلعوا منهم موهوبين لو دعمناهم ماديا ومعنويا. اللعبه دي ما كانت يمكن كانت اول اتحاد للبادمنتون في مصر كان سنه 92، انا مارست اللعبه دي ووصلت المنتخب مصر كان سنه يعني حوالي 94 95، كان بدايه لعبي في المنتخب، ما قعدتش فيه كتير نظرا ل يعني تعارض التدريب في المجال الرياضي ده مع كليتي، مع يعني ما قدرتش اعمل البالانس. كنت لسه قايله لك من شويه ان ثقافه المجتمع نفسه لممارسه البنت للرياضه اختلف، كان الاول لا عيب وازاي وبتاع، لا دلوقتي لا خالص، كل العيب بقى دلوقتي ان البنت ما تمارس رياضه، يعني دلوقتي الاسر لا انا عندي عيب ان البنت ما تمارس رياضه، دلوقتي لازم الاسر بتخلي ولادها يمارسوا يعني كل افراد الاسره سواء كان بولاد او بنات، والاكتر البنات يعني بيمارسوا يمكن الفنون القتاليه زي الكاراتيه والجودو والحاجات اللي بتبقى فيها شويه احتكاك عشان كوسيله من الدفاع، يعني للدفاع عن النفس في المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي. بس لازم دلوقتي يعني مفيش بيت مفيش بنته ما بتمارسش رياضه. احنا عندنا فرق للكره، كره القدم النسائيه فرق هائله جدا جدا جدا، بل بالعكس يعني محققين نتائج اعتقد ان هي مشرفه. البنات بيلعبوا كل الالعاب اللي تقريبا بيلعبها الولاد، بل بالعكس بيتنافسوا معاهم، يعني بحسهم دايما على ان هم يتدربوا بصفه مستمره عشان يحصل لهم الادابتيشن او التكيف على المجهود الرياضي وبالتالي او المجهود البدني، وبالتالي مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي البنت حتى لو كانت جايه لي مثلا في الماده اللي بتدرسها مش قد كده، لا اكيد بالتدريب بتوصل لمستويات كويسه جدا.